والله جعبالي اشتري سيارة احلامي رانج روفر سودا تكون. روح اشتريها غالية يا اخي. كل هالشوار وسنوات ضياع والمسلسلات التركية اللي بتعملها يحيى هو يحيى ركبانة انت اهم شيء ما تيأس يعني انه خلص حط بالك الموضوع. مالي يأسان هاي انا السنة الماضية ما كان عندي شيء. ايه وهلا كمان ما عندي شيء بس ما يأست. مين بدي اشتريها للسيارة لك انت الدعم النفسي تبعك هذا الزق. جايز هلا والله كيفكم شو الاخبار ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو مثل ما انتم شفتوا بالعنوان حيكون مع رغدة تفضلي. رغدة عادي فيك تشرحي هذا مش لازم تلبسيه هلا. مو من هلا بعدين. مرحبا يا جماعه انا في فيديو غير. انا اجي ايش في والله اصلا انت مبينه بالكاميرا حاسه حالي فسفوسه. اوكي جايز سو مثل ما انتم شفتوا اليوم الفيديو حيكون هو عباره عن تحدي الثقه تمام اللي هو حنكتشف اذا انا قد الثقه ولا لا. هلا انت كصديق بتعتبريني انه انا قد الثقه انه هل انت في عندك ثقه ايشوز؟ انا كثير عندي ثقه ايشوز وخصوصا من ورا غير يعني كلامنا بس يعني نكون نحكي جمله طبيعيه فيها مسخره فيها انه بقعد يتخوت فانا بالمره ما بثق فيك. لا يعني شي مره عملت فيك مقلب جيبيلي مره واحده بس انا عامل فيك مقلب. لا حكي فاضي غير بنسول منتوس. اوكي سو رغدة اليوم انا ححاول اكتشف مدى ثقتك فيني تمام وححاول اتحداها اعمل معك اشياء نشوف اذا انت حتوثق فيني ولا لا. أوكي. اشياء هي حتكون جدا تافهه يعني مثلا حمشيك على حفه جبل حفه بناي يعني تعتوع بالمسبح عب الارض نار وخليك تمشي عليه مثلا هيك اشياء يعني اشياء بسيطه يعني. يس حلو يعني تولع فيك اليوم على الاخر. اوكي سو هون عندنا غمض عيونك. هاي مش عيون هاي مناخير. اختار واحد منهم واشرب لك هاي انا حاسس انه كثير زاكي. انت غمضتي لي مناخيري مبدئيا اعتقد انه مش قال لي عاملهم عمر الطباخ. أوكي. عمر هو اللي لا لا ما رح اماني شمي. اوه هاي جميله. اوكي سو اللي حيصير بما انه فيهم ريحه حغمض لك عيونك ومناخيرك. بس ثقتهم مقرفين شو هذا تحدي القرف يعني مش فاهم انا وحده اقل قرفا يعني مش yes. لا فيتامين سي مفيده هاي لازم تشربيها لا اصلا لا انا ما بشرب انا بستفرغ من الفيتامين سي والله انا بطلت اثق فيك وانا مش مغمض عيوني. اكلنا هوا. اذا ما بتحطي لي مي الان ما راح اثق فيك بالمره. اوكي عادي بحط لك مي بس بكل الاحوال مش حشربك مي. لا استني شوي شباب هو فاهم التحدي غلط. ايش عم تعمل؟ وبده اثق فيك. هاي مي مش بدك مي؟ هلا راح اثق فيك. هاي مي بس مش بالشرب. لا اسمع عندي فكره روح على المرحاض اختص لك وجيب. ابشر. ابشر تعال هون تعال. يلا خلينا نعمل تحدي. غطي مناخيرك كمان. اوكي سو حاليا انا رغدة حلخبط الكاسات وبعدين حقول لك انا اي وحده انت ممكن تختاري تمام؟ بس غير طب بس احنا بعيدا عن الكاميرا حاليا. اوكي. هذا تحدي الثقه تمام؟ انت شكلك مش حاضر تحدي الثقه بحياتك، انت لازم عن جد تحسسني انه انا عن جد اثق فيك لانه انا عن جد مش واثقه فيك. لا لازم تثق فيني انت يعني اهم شيء الثقه يعني بيناتنا. انت لو كنتي لحالك شو بتختاري؟ هاد والله ما شاء الله عليك كيف عرفتي انه هاي مي؟ يا حبيبي. اوكي جربي اشربيها. تقول لي جربي اشربيها لازم تحكي لي انه لا رغدة ما تشربي هذا فيه كذا كذا ولا لازم اصدقك؟ صح اوكي رغدة لا تشربيها هاي مي. يا جماعه والله فاهم الموضوع غلط. خذي اللي جنب رغدة لازم تثقي فيني تمام. انو المي؟ شو الايه؟ ما بدك تفكر في مي قدامك تعطيني المي ايش اللي ايه؟ حتاكل كاسه صح تمام؟ تفضلي. غيب مو هو شو لازم يكون في اشي بالاخر عشان انت عم بتكون حقير. تفضلي هاي ماي. يا مان. لا والله هاي ماي خلص استغفر الله خلاص. اكيد يس غيب راح احط كامل ثقتي فيك. اتذكر اذا انت اول مرحله خدعتني انا باقي المراحل والله مستحيل اصدقك باشي. هي بحكي لك اوكي راح اشرب حد غيب راح اطرقع. واحد اثنين لا 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 حزنت عليك. اوكي 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 استني والله حزنت. تفضل اسمع والله انا بدون الكاميرا عن جد بحكي انا ما عم بطلع غيث عن جد يا غيث هي بحكي لك والله ما راح اثقي فيك ولا اي شيء لقدام يا عفو. بس بدك تكرعي مره واحده 3 2 1 جو. بس قلت من اولتها لا. كم حاليا نسبه الثقه؟ ايش هاد؟ في اشياء جديده ولا انا بتخيل؟ لا بس وقعت الكاسه بالمي فمكسوا. ثاني مرحله هاي فوه بيساكني هون. ليه؟
ولا شيء بس بسأل فضول. فضول بسأل. أتخاف إلا بس فضول. أوكي جايز سو هلا التحدي الثاني واللي هو أنا طلعت رغدة على مكان عالي كثير بعرف إنه عنده فوبيا من الأماكن المرتفعة. الله يعينك على فكرة. لا هاي معلومة مش حق. واضح انه الثقة ممتازة. هون طلعت على مكان عالي شوفوا واو طلع يا رب وقع التليفون شنو انا تحدي الثقة مع الرقم مع الرقم معي طب ها لا 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 شوفي هلا شو حسوي حعطيك عيونك وحمشيك مسطرة افهم انه هو اللي راح يغمض عيوني قدام العالم ويقعد يمشيني ويخبط الدنيا مش عارف والمطعم فخم كمان فقلت لك اول مرة بحس كيف عرفت انه حغمض لك عيونك قدام الناس اوكي رغدة تفضلي اوكي رغدة غمضي عيونك والمفروض تفتحي اختك انا برايي من وين بدك تثق فيك وانت مبلش هيك والله فرطنا ضحك صراحة رغدة ممنوع تشوفي ولا شيء اوكي رغدة اوكي رغدة عم بحكي معك طلع فيني يلا هلا بدك تلفي يمين هذا يسار يا حولة يمين كمان شوي طلع خبط ايدي وين الثقة امشي لقدام كمان لف شوي هي لا والله على حد يعني تخيل انه انت لو مشيتك غلط انت ممكن تموتي فحمشيكي صح شوف تعال امشي وراك امشي وراي كيف يعني امشي وراك فاهم القصة غلط تعال نسيت تعالي امشي هيك ايوه هيك هو هيك امشي هيك شمال يمين دغري بس شمال اذا حسيتي بهوى زيادة عادي يا سما يلا يا غاز يلا زل على الناس مشيني فضحتينا الناس عم تطلع عليك سوري قلت لي هلا في درجة اطلعي خطوة اوكي لا لقدام ايوه شو اللي ايوه بعد درجه ثانيه يلا راح اخبطه يسار ما تحط ايدك لا لازم تسحب على المر عن جد مشيك صح امشي سيدا اسمعي صوتي ايوه امشي هلا بس وقتي روح يسار يمين هي اسمها يمين يمين ايوه امشي 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 لا هذا اللي شو اسمه هون اللي عن الباب مفتوح امشي في ساخن لا يا زلمه شو عم تعمل عند المطبخ والله يا غيث انت اول مره بعد عندك هيك بتعاملني مع الناس شغالك تفوت على محل هيك تضيع تفوت على مطبخ عندهم شو بدنا نحكي عنك الناس شوف الاجانب بطلوا يتحملونا تفضل على التحدي الثاني طلع ما بصير خمسه ماكسيموم لا هاي من عندي مو حلوه لا اوكي رغدة التحدي الثالث تمام التحدي هذا اسمه تحدي كمان الثقه يعني شو بده يكون تحدي الثقه تمام تحدي الزت نفس شو هالزت انت اطلع على وجهه ولا اطلع على وجهه تسرع وجهه حط الفوكس هون هلا هي لازم انا افتح وجهي بحس نعطي اي حدا غير لازم تخليني حاسس في اكثر من مشكله بالفيديو شوفي يلا اه في امبارح ما قلت لي انك بدك ترمي ما قلت لي على فكره ما تسال فيه والله ما تسال فيه تبع غيث اليوم لا انا هو جد يس هذا جوردن هذا اصلي بعدين حتى لو اجى بوجهك يعني ما حس شيء بالبوط والله ايه طعمي صرغده هلا في عندنا شويه اشياء هنيك حرميها انت المفروض ما تتحركي لازم تثق فيني انه انا حقدر امسك الاغراض شفتي والله قبو برو لازم تمسكها منيح انه محرمة شوف اللي بعده الصحن هلا شو حيصير فيكي يلا في صحن في مقلاي كمان قيلي يعني واحد بده يضربك حيضربك بعلبة محارم اكيد حيضربك بصحن يعني بذق فيك كثير بذق فيك صارت وراي والله بس بذقها يلا واحد اثنين ثلاثة لا
كانت الثقة مليونة. لا لا ما راح اثق ما راح اثق. انا شو قلت لك؟ لا والله ليك اذا مرة هزأت ثقتي فيك انا للابد ما هزأت ثقتي ليك فيك. ليك هذا لعنه دبدوب تمام، فانا قلت يعني خلاص ما ما بس صح. شوفي مسان، شوفي هلا الكباية كيف حمسكها. 2 3 9 كباس كباس. ما حسيت اطلع ايده ما ما توقعت انه راح يمسكها. ظبط الاضاءة شوي ظبطها. جرب هذيك الجهة في شيء غلط لما تصور هيك صح؟ يا 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 عليها شوي كأنه غطى شوي. تمام هلا حنجرب شغلة الإزاز تمام؟ هلا الإزاز حنشوف إذا حنرميه إذا حدا حنمسكها قبل ما تيجي على وجهك أو لا. بتعرفي شو؟ عشان الخوف وهيك خلص أنت بعدي أنا بحاول أمسكها بدون ما شو اسمه بعدين بنشوف. إذا ظبطت وقتها بتدخلها. أوكي إذا ظبطت وقتها بتدخلها تمام؟ خلص بعدي واقفة على جنب. ورجينا الإزاز. رغيف خبز. يلا واحد بعدي بعدي أنت شوي إذا وقع. أيوة. واحد اثنين ثلاثة. لا لا ماشي ما كتير ما كتير مش كتير مش كتير مش كتير بس صراحة لا أعطوني أول ثانيتين والله بس ثانيتين حلوة حلوة أنا لأنه أول شيء ما طلعت على إيده أول شيء طلعت على الأزاز لقيت في دم طلع فين وأنا بحكي معك حسيني إنه عم بحكي مع حدا هون أنا على فكرة قد نسبة الثقة فيني هلا؟ صفر سالب واحد سالب 20 سالب 14 ممتاز معناته مش حاطط لك مخدات آه. اوكي رغدة التحدي اللي بعده اللي هو انه بدك تثقي فيني بانه انا ححط لك مخدات ورا وانت لازم توقع عليك تمام؟ هلا الثقة انه المخدات انا حاططهم ورا هلا انا حاط مخدات ورا تمام؟ ايش اللي سمعته بس انا؟ لا ولا شيء كان دباني كان دباني هلا انت بدك ترجعي تميل لورا عشان توقعي على المخدات اللي ورا على المخدات اللي هون يعني هاي اول مخده خليني اظبطها بس والله اه. لا يا سلام طيب خلينا نحسب مع بعض اول تحدي وثقت فيك وطلعت قد كلامك ثاني تحدي خششتني بالحيطان وكل شيء وبالفرن ثالث تحدي انقذتني من كم من شيء بس خبطتني مرتين ثلاث وهذا التحدي انا كيف بدي اثق فيك خلصت 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 شو كنت عم تقولي؟ طب بس انا ما انا مش واثقه فيك طيب انا حخليك توثقي فيني اه كيف بدي اوثق فيك؟ حاولي ما في شيء احكيه غيث هذا اخر تحدي يس وهذا هذا فعليا اللي راح يخليني اخطط لقدام اذا انا عن جد بثق فيك او لا يس وانا قد الثقه تقنعني كثير زياده عن اللزوم يس وين بعدت؟ بس عم شوف المخدات اذا يلا طيب انا حميل هي بحكي لك غيث فكرت تحت ميل والله طيب يلا اوكي ارمي شوي لقدام غيث رح ازيد حالي انت فاهم اذا خبطت بالارض شو رح اعمل فيك عن جد حالك حالك احسن ما اشيل المخدات رح ازعل منك اوكي واحد اثنين لا مو قادر مو قادر يلا يلا ثلاثة ثقة ثقة يلا شجرة غيث يلا والله يلا جو جو والله طلع فيه هاي انت لو قعدتي عادي كان احسن شوف كيف هيك هيك واحد جيب كرسي روح جيب لك كرسي اه يعني ما بثق فيك انا متاكده لو اني ما حكيت لك راح ازعل منك ما كنت انا متورجيها حاطط لك المخدات اوكي لهون بكون خلصنا الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم رغده قد ايه بتعطيني نسبه الثقه من 1 ل 10 يعني عن جد ادهشتني بهذا الفيديو خليتني عن جد اني ابطل اثق فيك بالزياده هذا يعني بعطيك سالب 1/10 اذا كان في واحد في الموضوع ممتاز حتشوفوا حساباتنا تحت بالبايو واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لنا لايك وصلوا هالفيديو لقد ايه 50 لايك عشان انا اعمل نفس الاشي بغيث بس هالمره اطيره من طياره يلا جايز بنشوفكم فيديو جديد اي لاف يو اول سلام باي روح لم القزاز الله يقرفك احكي معي باحترام طفيت الكاميرا؟ اه طفيتها مطفية ليه؟ بس ريكوردينج بس ريكوردينج صارت -2 الثقة اكلناها